استمرارا في دعم الحرف اليدوية والأيدي العاملة، انطلقت فعاليات المهرجان السنوي 15 للحرف التقليدية والتراثية والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. دور وزارة الثقافة أساسا إن هي بتوصل الحرف اليدوية للحفاظ على الهوية المصرية، إن أنت لما بتشوف أي منتج لازم تعرف إن ده منتج مصري، سواء بينتمي للحضارة المصرية القديمة أو بينتمي للحضارة الإسلامية، لكن بيكون في الوقت الحالي مع التاتش أو اللمسة المعاصرة، إن هي مش مصري قديم فقط، ولكن بيعيش وبياخد من روح الوقت والعصر اللي احنا بنعيش فيه والحداثة والتمدن وكل شيء. فإحنا الاحتفالية كلها هي استعراض لكل الفنون المصرية والطقوس والسلوكيات المصرية. المهرجان يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث المصري الأصيل من خلال تقديم مشغولات يدوية ولوح فنية تعبر عن تاريخ مصر وتراثها في العصور المختلفة. شغل الخيامية هم كانوا زمان بيقولوا عليه خيامية عشان كان بيتعمل منه الخيام، كانوا بيعملوا الخيام وبيعيشوا فيها، فكل واحد بيبتدي يشكل الخيمة بتاعته ويبقى شكلها حلو زي البيت كده، لغاية ما وصلت للشكل اللي حضرتك شايفه دوت. دي بقت لوح، بنعمل منه لوح ومفارش وبنعمل منه حاجات كتير قوي. شغل الخيامية دلوقتي بقينا ندخله في كل حاجة الحمد لله. النسيج دوت عبارة ان احنا بنجيب لوحات الفنانين، هو عامة إحياء للتراث من العصر الفرعوني طبعا والإبتي والإسلامي، يعني مر بجميع العصور. فإحنا المركز الوحيد اللي هو تبع وزارة الثقافة لإحياء التراث اللي هو النسيج. فإحنا بنجيب بناخد لوحة الفنان وبنبتدي نجهزها في التسدية، نجهزها في السباغة، نكبرها، وبعد ما بنكبرها بنختار الألوان بتاعة اللوحة، بنبتدي نسبخها في المكان وبعدين بنبتدي نشتغل اللوحة. اللوحة دي بتبقى مرسومة ولا بتبقى يعني هي معمولة نسيج؟ يعني انتوا بتحولوا الرسمة الزيتية إلى نسيج. احنا عندنا أجيال طالعة ما تعرفش حاجة عن التراث ده، بنحاول نعرفهم بيه. بعرفهم ازاي؟ ان انا بقدمه لهم بطريقة مبسطة، يعني هقول ازاي كان زمان بتلبس عباية بتبقى في استقبال، في مناسبة، في كده، فبتبقى مؤيدة برضو. لا دلوقتي بحاول ان انا اخلي الموتيفات الاصلية دي احطها في حاجة بسيطة، ان انا ممكن شابة تلبسها، ممكن واحدة موظفة تلبسها، بعملها في عايد بلوزة، في جيب، في شال، في كردجان، حاجات خفيفة بسيطة عملية، وفي نفس الوقت يعرف ان عنده، نقول ايه، تراث غني. انا شغلي رسم على الخشب هاند ميد، بحاول ان ادمج ما بين التراث بتاعنا المصري وما بين اعمال الحديثه. بستخدم الالوان الاكريليك في الشغل بتاعي والفرشه بتاعتي، بحاول ان انا اتخيل صور تكون حديثه وفي نفس الوقت تكون تراثيه، بحيث انها تكون معاصره للزمن اللي احنا فيه. والهدف من دوت طبعا ان احنا ننمي الذوق الفني عند الجمهور، بحيث يبقى التذوق الفني متداخل في كل بيت، كل واحد يشوف دوت في طريقه اللبس بتاعته والالوان بتاعته، في قطع فنيه يحطها في البيت، ينمي الذوق الفني، ودوت بينمي الاخلاق والرقي عند المجتمع. ويشارك في المهرجان الهيئه العامه لقصور الثقافه وصندوق التنميه الثقافيه، اضافه الى عدد من الجمعيات الاهليه. انطلاق المهرجان السنوي 15 للحرف التقليدية والتراثية رسالة دعم وتشجيع للأيدي العاملة من أجل الحفاظ على التراث المصري الأصيل وتقديمه للأجيال الجديدة بطريقة فنية مبتكرة. علي فتحي، النيل.